باسمي وباسم أعضاء مجلس تجديد اقتصادي الجزائري أود أن أشكر سيد رئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال وعلى هذا اللقاء، اللقاء اللي كان جد وجد مثمر. تكلمنا في عديد من الميادين خاصة في الاقتصاد وخاصة في تحسين مناخ الأعمال، وكذلك تكلمنا على المشاكل التي بعض المشاكل التي يتلقاها المتعامل الاقتصادي. تكلمنا كذلك في الصناعة، صناعة ازدهار الصناعة الجزائرية وطريق التي تخرجنا من تبعية اقتصادية ونمشي إلى الاكتفاء الذاتي خاصة في الصناعة التحويلية، ولكن صناعة تاع ليزانترون مدخلات. كذلك تكلمنا في أمر هو مهم وسيد رئيس الجمهورية يهتم به كثيرا وهو البوفوار داشا. كان رسل رسالة لكل متعاملين اقتصاديين جزائريين اللي ساهموا في المبادرة لمجلس تجديد اقتصادي الجزائري لتخفيض يعني أسعار في هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، تخفيض الأسعار المنتوجات. والحمد لله اليوم كانت فيها يعني تجاوب كبير من عند المتعاملين الاقتصاديين، وشفنا الأسعار انخفضت وحتى يعني السلع كانت موجودة بكثرة في السوق. وأخيرا أجدد شكري سيد رئيس الجمهورية وكذلك مجلس تجديد اقتصادي دائما يقعد ويبقى في خدمة البلاد والعباد. رمضان مبارك.